لعب منتخبنا في مباراة اليوم بالتشكيل في حراسة المرمى حسين جواد من القادسية، ويلعب في اليسار فايز الشمراني رقم 3، وعبد الله سليمان من الأهلي رقم 5، فايز الشمراني طبعا من الاتحاد، وليد الغامدي رقم 12 من النصر، ومحمد شليه من الأهلي رقم 2. في خط الوسط يلعب عبدو صبياني رقم 13 من الهلال، ومحمد لطف رقم 10 من الهلال، وإبراهيم ماطر من النصر رقم 6. يلعب في خط المقدمة سلطان الحرقان من الهلال رقم 18، والأهلي ومحمد القرني رقم 9 من الأهلي، وفهد الغشيان رقم 7 من الهلال. يلعب المنتخب القطري في حراسة المرمى حسين الرميحي، في خط الظهر من اليمين إلى اليسار جاسم التميمي رقم 2، خالد الكواري رقم 4، خليل المزروعي رقم 3، وأحمد أبو هندي رقم 6. في خط الوسط يلعب محمد شداد رقم 8، ويوسف الكواري رقم 5، وفيصل آدم رقم 15، وأحمد مبارك رقم 7. في خط المقدمة خليل المالكي رقم 9، ويوسف منيف رقم 11. هذا محمد لطف راح ينفذ يلعبها، لكن يقطعها اللاعب احمد ابو هندي، وتوصل مره اخرى يحصلها ابراهيم ماطر، يلعبها محمد القرني وابراهيم ماطر، تسديده وتعدي حلوه، بدايه حلوه وجيده، وتسديده كانت جيده وموفقه، لكن كنا نتمنى احسن من كذا، لكن معليش والمباراه في بدايتها، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا ليعكس الصوره الحقيقيه لمستوى الكره السعوديه. وطبعا منتخبنا حصل على البطوله الاسيويه عام 1406، وهذه البطوله رقم 28 للمنتخبات الاسيويه تحت 19 سنه. وضرب الزاويه الان محمد لطف راح ينفذ ضربه الزاويه، يلعبها محمد قصيره وتعدي مقطوعه من الدفاع القطري، قطع محمد شليه ملعوبه اماميه، لكن يجري فايز الشمراني حصلها رقم 7 احمد مبارك لخارج الملعب رمية جانبية لصالح المنتخب القطري الشقي. وحسين جواد حارس المرمى منتخبنا يوجه زملاء داخل المنطقة، لعب راس وتعدي داخل المرمى الهدف الأول للمنتخب القطري الشقيق، وسجلوا رقم 2 من المنتخب القطري، او رقم في الواقع رقم 2 هو اللي سجلوا، او رقم 3 عفوا. شوف الكوره كان شايف، شوف رقم 5 عبد الله سليمان، وكان محمد شليه، وكان في فراغ بينهم، واستطاع المنتخب القطري الشقيق يحصل له هدف ويسجله، لكن هذا الوقت مبكر، وفهد الغشيان وكنا لاعبين احسن. هي الهجمه الوحيده للمنتخب القطري، استطاع المنتخب القطري ان يكسب هذه الهجمه ويسجل من خلالها الهدف الاول. واضح المنتخب القطري هدف، المنتخب السعودي لا شيء حتى الان. وطبعا المباراه لا زالت في بدايتها، ومنتخبنا ما راح يسكت، لانه كان في الاساس من بدايه المباراه كان هو الاحسن. تتلعب داخل منطقه الجزاء، لكن وين؟ خارج الملعب ضربه مرمى. محمد يلعبها اتجاه فهد الغشيان يعدي فهد، يا سلام يا فهد، مهاره جيده وعاليه وراقيه، توصل تقطع بالراس من الدفاع القطري، ترجع لابراهيم ماطر، تسديده عاليه خارج الملعب. طبعا احنا بنشاهد، وزي ما بتشاهدوا الاداء الجيد والمهاره العاليه من افراد منتخبنا، لكن يبدو انه نسبه الرطوبه الحقيقه بتشكل عائق كبير لشبابنا. وهذه تسديده ابراهيم ماطر اللي طلعت خارج الملعب ضربه مرمى. عبد الصبياني، فهد الغشيان، كرة خاطئة مقطوعة يحصلها محمد شداد، عبها طويلة للمالكي، وهجمة خطرة وتعدي خارج الملعب، الواقع انه
محمد شيرية كان متقدم، وطبعا واضح واضح استغلال مدرب المنتخب القطري لتقدم الأظهرة واللعب للمساحات الفارغة خلف الأظهرة. تتلعب عماد لطف، ضرب الزاوية الآن، الزاوية أخرى أحمد أبو هندي يرفعها ويقطعها إبراهيم ماطر، وصل لفهد الغشيان، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة، هجمة مرتدة، محمد القرني، يا ليت أنت محمد القرني، العب محمد القرني، يلا محمد، الله، تعدي الناحية الثانية جانبية لصالح منتخبنا. لعب تميمي بالراس، خليل عبد الله سليمان، أصلها فيصل آدم، فيصل آدم، وانطلاقة وتسديدة وتعدي ساتر، عدي 40 دقيقة واضح، 40 دقيقة، لكن خارج الملعب الآن في لاعب من منتخبنا واقع على الأرض، إن شاء الله يكون بالسلامة. يبدو أنه عبد الله سليمان، يبدو أنه عبد الله سليمان، وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين وإخواني الرياضيين أطلق حكم المباراة محمد نظري من ماليزيا صافرته، معلنا عن نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف مقابل لا شيء لمنتخبنا. خارج الملعب جانبية، فايز الشمراني يلعبها على طول باتجاه سلطان الحرقان لفايز مرة أخرى لجميلة من محمد روس الحرقان، الحرقان على طول لفايز الغشيان، وتسديدة قوية في المرمى، ويحصلها حارس المرمى حسين الرميحي، حارس المرمى حسين الرميحي. عشر دقائق، عشر دقائق من زمن الشوط الثاني، ولا يزال المنتخب القطري يشكل متقدم بهذا مقابل لا شيء، وتقطع الكرة لكن ترجع مرة أخرى لفايز السمراني، يلعبها لإبراهيم ماطر، إبراهيم ماطر، ماشي إبراهيم، لعبها بينية فهد الغشيان، يلعبها فهد، ماشي فهد، ماشي فهد وعدي، ويلعبها الله الله الله، تعدي من جنب القائم الأيسر، وهذا فهد الغشيان، وما أعرف يعني الحقيقة، شوف 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 شوف، وتعدي من جنب القائم الأيسر، لو كانت في المرمى كانت عدت من حارس المرمى حسين الرميحي، لكن ضربة مرمى، وليد يقطعها فايز السمراني، أصلها فايز، يلا يا فايز، يلا يا فايز، لعبها على طول باتجاه إبراهيم ماطر، يلا يا إبراهيم، انطلاقة جيدة، وعدي سلطان الحرقان، توصل محمد فادر الغشيان، يحطها على صدره فهد الغشيان، كرة عالية بالرأس، وتوصل لمحمد القرني، محمد القرني، محمد لطف، تسديدة وتعدي من فوق القائم، تعدي من فوق القائم خارج الملعب، ضربة مرمى. إيه الآن أكثر من 34 دقيقة، وهذا محمد لطف، محمد لطف غير ودخل ناصر القحطاني، ناصر القحطاني، طلع محمد لطف، ضرب الزاوية، ضرب الزاوية الواقع، كنت أنا أسجل التغيير، لكن كان في كورة خطيرة لمنتخبنا، قدر يحصلها، شوف 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 شوف، هذا ناصر، هذا ناصر، حصل الكرة، حصل الكرة، حصل الكرة، شوف تلعب ضربة الزاوية الآن بالرأس، توصل لعبد الصبياني، فهد الغشيان يلعبها سلطان الحرقان، يلا يلا ماشي، لعبها الفهد، فهد يا ريت تدخل من جوا يا فهد، يا ريت تدخل من جوا يا فهد، وتسديدة، وتسديدة عبد الصبياني، الله الله يا عبده، الله يا عبده يا صبياني، حصل له كورة جميلة، وشوف شوف شوف تسديدة، يا ساتر، تسديدة خارج الملعب، ضربة مرمى. لعب طع فايز، تسديدة ضرب الزاوية،
ضربات زاوية بالجملة وضربات زاوية كثيرة. حكم المباراة في وقت وقانون كرة القدم حرص على التبديل والتغيير وإضاعة الوقت. لعب مبارك أحمد مبارك أحمد مبارك يحاول يموه يلعبها بينية بينية وهجمة خطرة وداخل المرمى الهدف الثاني. الهدف الثاني من اللاعب الاحتياطي خالد النعيمي. الهدف الثاني من خالد النعيمي لصالح المنتخب القطري وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني. في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني سجل المنتخب القطري الهدف الثاني. الهدف الثاني. الهدف الثاني. لعبها طاقطة طاقطة ناصر ناصر ويلعبها تصطدم في حارس المرمى وضرب الزاوية ضرب الزاوية. ضرب الزاوية صالح منتخبنا يلعبها خارج الملعب. وفي هذه اللحظة أطلق حكم المباراة الماليزي محمد نظري صافرته معلنا عن نهاية هذا اللقاء بتقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء لمنتخبنا. ونقول للمنتخب القطري مبروك ونتمنى حظا باسما لمنتخبنا من خلال مشاركاته القادمة. طبعا منتخبنا يتبقى ثلاث مباريات. أعزائي المشاهدين الكرام في المملكة العربية السعودية إلى أن ألقاكم يوم إن شاء الله السبت الساعة 6:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية. تقبلوا تحيات الزملاء من الماستر كنترول ناصر العقيل من الفيديو إبراهيم العايد منفذ الفترة سلطان العطروزي ومن دبي خالد عيد العتيبي ومحمد الفايز. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.